نروح للنادي الاهلي واختبارات النادي الاهلي، وكل واحد او ناشئ بيتمنى الانضمام للنادي الاهلي. شفنا النادي الاهلي عمل اختبارات على مراحل، ابتدى في مدينه نصر، بعد كده راح المحافظات، محافظه الشرقيه، محافظه الغربيه، السويس، الاسكندريه، بعد كده راح بني سويف وسوهاج واسيوط، بعد كده النادي الاهلي ان شاء الله من بكره هيكون موجود في محافظه المنوفيه في ملعب استاد جامعه المنوفيه بشبين الكوم من 3 يوليو ل 5 يوليو لكل اهلنا في محافظه المنوفيه. النادي الاهلي متواجد من 3 يوليو ل 5 يوليو في ملعب استاد جامعه المنوفيه بشبين الكوم، وهيكون متواجد في محافظه البحر الاحمر من يوم 6 يوليو حتى 8 من 8 يوليو الى 10 يوليو، وبيع الاستمارات هيكون من 10 يوليو. هي دي اختبارات النادي الاهلي، وكل ناشئ بيتمنى انه يلبس تيشيرت النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما مختلف، النادي الاهلي دايما بيشتغل باسس علميه، دايما اي موسم بيبتدي دايما بيكون فيه قياسات طبيه، بنشوف اللعيبه واصله فين في النواحي البدنيه، النواحي الطبيه، علشان كده النادي الاهلي على قطاع الناشئين بيتعمل له ميزانيه كبيره علشان نشوف لعيبه. ده الكلام اللي بيشكك في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، لما بتتكلم بالورقه والقلم هتلاقي النادي الاهلي طلع احمد نبيل كوكا، طلع كريم ندفد، محمد عبد المنعم، احمد عبد القادر، محمد الشناوي، لعيبه كتير، محمد هاني، كريم الدبيس، لعيبه كتير بدون يعني ما انسى اي حد من الاسماء. عشان تشوف اللعيبه دي بتشوف العمل على اسس ونظام علمي، هو ده اللي ابتداه النادي الاهلي. الموسم بتاعه ان شاء الله للفرق الجمهوريه هيبتدي ان شاء الله من يوم الاحد القادم. النادي الاهلي بقاله اسبوع بيعمل اختبارات وقياسات طبيه، وعندنا هنا بعض اللقطات وبعض الصور اللي بتتعمل في بدايه الموسم وبتتم ايضا في وسط الموسم وفي نهايه الموسم عشان نشوف اللعيبه في القياسات الطبيه والبدنيه واصله لايه. تعالوا نروح نشوف تقرير القياسات البدنيه لقطاع الناشئين، وبعدها نروح لفاصل، وبعد وهيكون معايا بعد الفاصل لاعبي 2007 محمد عاطف واياد تامر، ولكن بعد الفاصل. الامور ستيب باي ستيب ماشيه كويس الحمد لله، احسن احسن كتير كتير كتير، بنتحسن يعني. احنا هنا بنكمل شغل اللي كانوا موجودين الكابتن خالد بيبو والناس اللي كانت معاه، وده النادي الاهلي علمنا كده ان احنا نكمل شغل بعض، مفيش حد بيعمل حاجه لوحده. حتى اما كان الانجازات اللي عملتها دي مش انا لوحدي، كنت لوحدي فيها، كان معايا زملاء كتير جدا، مش عايز انسى حد، ساعدوني جدا في ان احنا نعمل اجيال النادي الاهلي، وده اللي انا بدور عليه دلوقتي. حتى في البدايات بعمل من السن الصغير علشان اعمل اجيال متعاقبه للنادي الاهلي، سواء انا موجود حي او ميت اللي بعديه يكمل، وده وضع طبيعي جدا، وده قدرنا ان احنا بنشتغل في نادي بيشتغل مش ليه بس، بيشتغل للمنتخبات المصريه. زي ما قلت لك احنا بنشتغل في النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيفكر في مصر، فبيفكر في اولياء الامور ولي الامر اللي هو ما عندوش امكانيات يجي النادي الاهلي يصرف له 1000 جنيه في اليوم اللي هيجي في الاختبار. فالكابتن محمود الخطيب كان ولجنه التخطيط كانت سباقه جدا في ان احنا نروح للولد البيت. في ارهاق على المدربين، وده وارد جدا، لكن احنا بقى عندنا جلد كبير جدا في، وبقى عندنا خبرات في التعامل سواء مع الاولاد في الاختيارات او في الانتقاء بمعايير احنا حاطينها ثابته، وفي نفس الوقت عندك خبرات حتى في التعامل مع اولياء الامور، بحكم ان في كل ولي امر جايب ابنه ميسي، وده طبيعي، ده غالي جدا، واحنا بنحاسب جدا في التعامل معاهم، لان ده ولد لسه المفروض انه بيبتدي حياته في الكوره، فما ينفعش يبقى فيه صدمات او ان انت تقول له لا ما بيع. لا كل الولاد كويسين، لكن النادي الاهلي ليه معايير واسس بيختار عليها، لكن القصه متعبه. متعبه، هو من الاساس في المراحل السنيه الصغيره لغايه سن مثلا 12 سنه ما فيش حاجه اسمها العب في مركز واحد كويس، يعني ممكن تلعب مرأس حربة ممكن تبقى جول، وده وارد، خد بالك. وفي لعيبة من خلال كان بيلعب مثلا فيرود ورجعته جول، بقى جول في منتخب الإمارات، ده وارد في السن ده. بعد ما بيطلع يلعب حداشرات المفروض لغاية ما يقابل الفرقتين اللي هم تحت الدرجة الأولى الولد يبقى مر عليه كل طرق اللعب كويس، عشان يبقى عنده مرونة تكتيكية في أي وقت يطلب منه أي طريقة لعب يلعب،
ما يبقاش عنده مشكله اتمرن عليها من قطاع الناشئين. لكن الفرقتين اللي هم تحت الدرجه الاولى لازم يرتبط باسلوب وطرق لعب الفريق الاول، عشان ده اقرب ناس هتطلع، اقرب ناس تطلع ممكن يستعين بواحد ولا اتنين، مش هياخد وقت معاه عشان يعلموا يعني ايه تكتيك ويعلموا يعني ايه اداء خططي وحاجات زي كده. الحاجات دي جاي لك جاهز متمرن نفس اللي انت طريقه اللعب بتاعتك، اسلوب اللعب بتاعك هو شايفه بيتدرب عليه وبيلعب بيه في قطاع الجمهوريه والمسابقات الناشئين. احنا عندنا 3 ايام كاسات، وبعد كده الفرق اللي ما عملتش كاسات هتكمل تاني بعد كده، وهنبتدي من الاسبوع الجاي الفرق البراعم وقطاع الناشئين هيشتغلوا، في فرق هتشتغل 3 ايام في الاسبوع، وفرق هتشتغل 4 ايام، والفرق الكبيره هتشتغل 5 ايام وتريح يوم، وبعد كده نعمل معسكر في اسكندريه من اسبوع ل 10 ايام، وبعدين نرجع استعداد للمنافسات سواء في دوري منطقه القاهره البراعم او في قطاع الجمهوريه للفرق اللي هي الناشئين. في خطط، 3 خطط، خطه قصيره المدى وخطه متوسطه وخطه كبيره المدى. احنا دلوقتي في مش 40 شويه، احنا كناس موجوده على قصه قصيره المدى، وفي نفس الوقت المتوسطه موجوده واللي هي بدانا فيها اللي هي طويله المدى، اللي هي بدانا بالبراعم تحت، ودي اول مره تحصل في مصر ان انت يبقى عندك قطاع فيه مواليد 2018 و2017 و2019. كويس. فدي حاجه للمدى المستقبل، اللي في الوسط دي لسه ما جبنالهاش، لكن احنا دلوقتي في القصير ده بنحاول نجمع اللعيبه المميزين في كل مرحله سنيه ونبتدي نعمل لهم برنامج خاص بيهم لكل مركز ولكل لاعب عن طريق المدربين الموجودين عندنا. يعني احنا عندنا مدربين متنوعين، مدرب مدافع، مدرب وسط ملعب، مدرب مهاجم، وفي طبعا الكابتن ناجي معانا في حراس المرمى، حاجه كبيره جدا وحاجه عظيمه جدا واسم كبير في الكوره في مصر، موجود برده معامل المدربين بتاعته بيديهم البرامج وبيديهم الخطط اللي هيشتغلوا بيها، وده بنحصره من السنه اللي فاتت اللي احنا اللي انتهت. يعني بقى عندنا بلان اللعيبه اللي موجوده، ان اللعيبه ممكن تكمل من وجهه نظرنا.